هل نادم على عدم تمثيل إسبانيا؟ الرد الرادع من أشرف حكيمي على الصحافة الإسبانية قبل المواجهة الحاسمة. يبدو أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعد أصابع الندم على عدم العمل على إقناع أشرف حكيمي بتمثيل منتخب إسبانيا قبل فوات الأوان. فمركز الظهير الأيمن يعد أحد أكبر نواقص تشكيل لويس إنريكي، واضطر في مناسبات عديدة لسد الفراغ فيه بالاعتماد على لاعبين من مراكز أخرى على غرار ماركوس يورينتي، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الإسبانية تشير إلى الخطأ الكبير الذي ارتكبه الاتحاد الإسباني حينما لم يعمل على تأمين لاعب اسم كبير مثل حكيمي في مركز الظهير الأيمن، خاصة أنه بات اليوم من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. وفي هذا السياق حاولت صحيفة إلموندو الإسبانية معرفة رأي اللاعب نفسه عن تمثيل منتخب لاروخا، وهل كان ليقبل دعوة لاروخا لو انتظر قليلا قبل اللعب لمنتخب المغرب في سن 16، خاصة أنه يستعد الآن لمقارعة المنتخب الإسباني في ثمن نهائي المونديال. رد النجم المغربي جاء قاطعا ولم يدع أي مجال للشك، وجعل الصحافة الإسبانية تنهي بشكل قاطع أي تساؤلات في هذا السياق. حكيمي قال: تمثيل منتخب إسبانيا؟ سأكون صريحا بخصوص هذا الأمر، لطالما شعرت بانتماء كبير للمغرب حتى وإن ولدت في إسبانيا. لقد كبرت في بيت بثقافة مغربية خالصة، وارتباطي بالمغرب لم يكن يوما موضع شك. هدفي منذ الصغر كان اللعب مع منتخب المغرب، أنا سعيد جدا بأنني حققت ذلك الهدف. ثم تابع حديثه: أنا أملك أهدافا كروية كبيرة، فأحلم بالفوز مرة أخرى بدوري أبطال أوروبا وترك بصمة كبيرة في الكرة الأوروبية، لكن تحقيق لقب مع منتخب المغرب يعد واحدا من أكبر أهداف مسيرتي. تحقيق شيء مع المغرب سيكون مختلفا تماما على كل الأصعدة. بالمقابل اعترف أشرف بأن ما يشاهده رفقة المغرب في إفريقيا يؤثر فيه كثيرا. يجب أن أعترف أن التنقلات التي قمت بها مع المغرب إلى إفريقيا تركت أثرا كبيرا في نفسي. لحسن الحظ أو لسوءه يتواجد منتخب المغرب في إفريقيا. الفقر والمعاناة التي تعيشها الشعوب في إفريقيا جنوب الصحراء أمر مفجع، ويجعلك تعرف جيدا قيمة الأشياء التي تعيشها، وتجعلني أشعر كم أنا محظوظ بالتواجد في الوضع الذي أنا فيه، وتمنحني دافعا أكبر للقتال من أجل تحقيق أحلامي. يذكر أن حكيمي يعد من ركائز تشكيل وليد الرجراجي الذي بلغ ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، ويستعد لمواجهة إسبانيا في نزال على صفيح ساخن.